قلتليش اسمك ايه؟ هناء. وانت؟ احمد. ازيك يا احمد؟ يا لسه فاكره اسمي؟ كل سنه وانت طيب هنا. وانت طيب. انا كنت عايز اقول لك مش عارف اقول لك ايه. لسه بتذاكر في البلكونه؟ من يوم بنت الجيران معزلك بطلت الحكايه. بس احنا ما كلمناش الا كلمتين. قلت لك اسمي هناء وقلت لي اسمك احمد. يمكن لو كنا اتكلمنا اكتر من كده ما كنتش فضلت فاكرك طول السنين دي كلها. اتجوزت يا هناء؟ اتجوزت. وانت اخبارك ايه؟ اتخرجت؟ انا في نهايه طب وكلها كام شهر وابقى دكتور. ولسه ساكنين في نفس البيت؟ لسه. إذا كان في شقة فاضية قدام بيتك مستعد أعزل. كل سنة وأنت طيبة. أنت طيب. وأنت كمان هتجيب أسرة كل سنة. كل سنة وانت طيبة يا هناء. وانت طيبة. وانت طيب انت كمان. وانت طيب. عن اذنك مش هشوفك تاني. استناني بكرة الساعة 11 قدام نادي الجزيرة. انا متشكر قوي يا هناء. اكيد اللي عملتيه الليله دي هيغير مجرى حياتنا كلها، والحكايه كلها ما كلفتناش غير كلمتين وطاف لسعفان بيه. قد كده واثق فيا؟ طبعا يا حبيبتي، انا عارفك نبيها وواقفه جنب جوزك بذكاء من غير ما تعملي اي حاجه غلط. تصبح على خير. وانت من اهله. ما كلمتنيش عن حياتك. عايشة. أكيد عايشة كويس. عشان راكبة عربية. الفلوس مش كل حاجة. صحيح. الفلوس كل حاجة اللي ما عندوش فلوس. عاملة إيه؟ مبسوطة؟ يعني. إيه؟ ما بتحبيش جوزك؟
مخبيش عليك، لا. واتجوزتي ليه؟ زي كل البنات كان لازم اتجوز. انت عارف احنا خمس بنات وانا الكبيرة، وبابا مهيته على قده. كان لازم اتجوز عشان تخف المصاريف وبعد كده اكون سعيدة ولا لا مش مهم. وليه ما حاولتيش تكوني سعيدة معاه؟ في واحدة بتتجوز مش عايزة تبقى سعيدة. اقدر اعرف مين جوزك؟ بدل ما تقعد تحقق كده معايا قول لي انت عامل ايه؟ بتحب دراستك؟ طبعا. هتطلع دكتور ايه؟ باطني. اصحابك مين؟ صحبتك مين؟ اصحاب الكتب وكل البنات اللي في الكلية اصحابي. يعني ما بتفضلش واحدة منهم عن التانية؟ عايزاني اقول لك ايه؟ ان في واحدة بفكر فيها لدرجة انها تشغلني عن دراستي؟ احمد عاوز اسألك سؤال، ما حاولتش تعرف بعد ما عزلنا جرالي ايه؟ سألت، قالوا انكم عزلتوا مصر الجديدة، قلت الأيام فرقتنا. وزي ما فرقتنا جمعتنا تاني. مع السلامة. مع السلامة. باي باي. باي باي. ايه ده؟ ايه ده؟ عربية مرة واحدة؟ طب خليك زينا واحدة واحدة، واعرف واحدة تركب موتوسيكل. عرفتها منين؟ تصور يا مؤمن، كنت بتمنى اكلمها كلمة واحدة وتمر الأيام ونتقابل واكلمها ببساطة تحكي لي واحكي لها. ببساطة؟ كنت فين يا أحمد؟ فاتتك محاضرتين مهمين قوي. أنا كنت في المشرحة. أنا بيضت لك محاضرة وهقعد في الكافيتيريا بيض لك المحاضرة الثانية. والله خسارة فيك، هي قاعدة تبيض لك في المحاضرات وأنت عمال تلعب في المشرحة. دي مش خيانة، ممكن تسميها معايشة ذكريات. معايشة إيه؟ قالتها فين دي؟ في أمراض النساء؟ فكرك الواحد ممكن يتخلص من ذكرياته. مساء الخير يا حبيبتي. مساء الخير. كويس، كنت خايف اجي ما الاقيكيش جاهزه. والله كمان انا رايحه غصب عني، هو لازم احضر. بقى ده كلام، حفله معموله بمناسبه تعيين مدير مبيعات الشركه، معقول ما تكونيش موجوده معايا؟ ما فيهاش حاجه، المهم انت اللي تكون موجود. وانا من غيرك اساوي حاجه؟ يلا يا حبيبي يلا، ده يومنا النهارده. استكمال فجر، ده كان زميلي في الكلية وكان بيسقط على طول الخط. يا سيدي الدنيا ماشية كده، مش بيقولوا هو كل راجل عظيم. على رأيك. صحتك.
ابو علي لما تترقى ويعملوا لك حفله زي دي. ما اظنش.